اوكي طلابي، نكمل الموضوع الثاني اللي هو انتجريتر. انتجريتر خلي شوف ده عملت الانتجريتر، خلينا نسوي انسيرت. هذا هو دائرة الانتجريتر، طبعا تشبه دائرة الديفرنشيتر لكن الفرق انه متسعية، راح تكون عندنا الفيدباك. نفس القضية مثل ما ذكرنا سابقا، قيمة الفولتية هنا تساوي نفس صفر، ايضا هذا بمعنى شورت، يعني قيمة الفولتية هنا تساوي نفس صفر. مجموع التيارات الداخلة، هذا الاي 1 هذا الاي 2 يساوي نفس صفر، اي 1 زائد اي 2 يساوي صفر. قيمة الـ I1 يساوي هذه، فلنفرض عندنا V1، هذه عندنا V1 راح تساوي لنا V1 على R. فلنفرض هنا عندنا V2، أما الـ I2 راح يساوي لنا مشتقة dV2 على dT، يعني مشتقة الفولتية، بما أنها متسعة قيمة التيار هو يساوي لنا خاصة بمشتقة الفولتية اللي موجودة داخل هذه المتسعة. اما ال V1، ال V1 هو حاصل فرق الجهه بين هذا الطرف وهذا الطرف. اذا V1 تساوي صفر ناقص VN، من هذا يؤدي الى ال I1 يساوي صفر ناقص VN على R. بعد ما شنو؟ بعد ما عوضنا قيمه، بعد ما عوضنا قيمه ال VN مكان هذا ال VN. اما الـ V2 قيمة الـ V2 نفس القضية، ايضا عندنا V2 تساوي شو نساوي لنا؟ تساوي لنا ايضا حاصل فرق الجهة بين هذا الطرف وهذا الطرف، راح يكون عندنا فرق الجهة بين هذا الطرف، فرق الجهة بين هذا الطرف، راح يساوي لنا صفر ناقص V out. اذا من هذا يؤدي الى I2 يساوي شنو؟ مشتقة I2 يساوي مشتقة dV2. دي صفر ناقص بي، طبعا العفو هذا مضروب في قيمة المتسعة، مضروب في قيمة المتسعة سي، راح يساوي دي في تو على دي تي مضروب في المتسعة سي. إذا من هذا يؤدي إلى قيمة الآي 1 زائد الآي 2، راح نعوض مكان الآي 1 هاي القيمة مكان الآي 2 هذا القيمة، راح يساوي لنا صفر ناقص بي إن على آر زائد دي سي مضروب في دي صفر ناقص بي اوت، هذه بي اوت دي تي تساوي صفر. اذا نقلنا هذا الطرف راح تتحول الاشاره من سالب الى موجب، اذا من هذا يؤدي الى سي دي بي اوت على دي تي تساوي، راح يكون عندنا سالب دي ان على ار. إذا من هذا يؤدينا راح ننقل السير هذا الطرف وننقل الدي تي، فراح يكون عندنا دي دي اوت يساوي واحد على ار سي سالب دي ان دي تي. إذا من هذا يؤدينا ناخذ تكامل الطرفين، تكامل هذا الطرف وتكامل هذا الطرف، تكامل هذا الطرف هو يساوي لنا دي اوت. إذا دي اوت يساوي سالب واحد على ار سي مضروب في تكامل V N بالنسبة لل DT. إذا هذا هو ناتج الدائرة. إذا يعني قيمة الفولتية الخارجية هو يساوي لنا تكامل الفولتية، تكامل الفولتية الداخلة، قيمة الفولتية الخارجية هو يساوي تكامل الفولتية الداخلة.